السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع دلوقتي يا جماعة، الموت يفجع الفنان محمد هنيدي. طلع وأعلن خبر وفاة والده، وكتب الخبر على صفحته الرسمية على الانستجرام. كانوا اتكلم معاكم النهاردة عن الفنانة صابرين بعد ما طلعت وقالت أبويا التاني اللي كان مربيني توفى، لا حول ولا قوة إلا بالله. اتكلم معاكم النهاردة كمان عن الموت يفجع الفنانة حورية فرغلي وفنان شهير. أقول لكم كل التفاصيل في الفيديو. أتمنى منكم لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناة. بصوا يا جماعة، هبتدي معاكم بأول موضوع خبر وفاة والد الفنان محمد هنيدي بعد ما طلع وأعلن الخبر على صفحته الرسمية على الانستجرام وطلب الدعاء من الجمهور. أقول لكم شوية تفاصيل الأول عن الفنان القدير محمد هنيدي، وبعد كده أقول لكم الموضوع بالظبط زي ما طلع وكتب على صفحته الرسمية على الانستجرام. بصوا يا جماعة، الفنان محمد هنيدي ممثل كوميدي مصري، حصل على بكالوريوس معهد السينما عام 1991. بدأ عمله في أدوار صغيرة في السينما، أولها فيلم اسكندرية ليه، وفي المسرح اشتهر بدايته في فيلم اسماعيلية رايح جاي. من مواليد 1 فبراير 1965، عنده 59 سنة، من امبابة. الزوجة متجوز زوجة اسمها عبير السري، مخلف منها فاطمة وفريدة وأحمد، بنتين وولد. اسمه الحقيقي يا جماعة محمد هنيدي أحمد عبد الجواد، ده اسمه الحقيقي أو الاسم اللي مكتوب في شهادة الميلاد. من اللي توفى، أعلن الفنان محمد هنيدي عن وفاة والده ولم يكشف عن أي تفاصيل حول موعد الجنازة وتشييع الجثمان، بس هو اكتفى إن لله وإنا إليه راجعون، سندي وظهر راح، الله يرحمك يا ابويا، لا حول ولا قوة إلا بالله. ده الكلام اللي كتبه على صفحته الرسميه. طلع عدد كبير طبعا من نجوم الفن والاعلام قدموا للفنان محمد هنيدي التعازي في والده، يعني اللي توفى والده، وطلع واعلن الخبر على صفحته الرسميه على الانستجرام وطلب الدعاء من الجمهور. ولسه لغايه دلوقتي او لسه لغايه ما بكلمكم كده ما اعلنش عن مكان تشييع الجثمان او هياخد العزاء فين في والده، لا حول ولا قوه الا بالله. اتمنى منكم تدعوا له دعوه كويسه ان ربنا يصبره، وتدعوا لجميع موتى المسلمين بالرحمه، وتدعوا لجميع مرضى المسلمين بالشفاء العاجل. الموضوع اللي بعد كده موضوع حوريه فرغلي. حوريه فرغلي طلعت وبتقول ادعوا لي سندي وظهري راح. مين اللي توفى في عيلة الفنانة حورية فرغلي؟ أقول لكم شوية تفاصيل، بس قبل ما نبتدي كلكم عارفين إن الفنانة حورية فرغلي يا جماعة ما اتجوزتش في حياتها ولا مرة، يعني معدية الوقت 46 سنة وما اتجوزتش، اتخطبت مرة وبعد كده فسخت الخطوبة. أقول لكم شوية تفاصيل برضو عن الفنانة. الفنانة من مواليد 8 أكتوبر 1977، عندها 46 سنة، من الإمارات العربية المتحدة، هي أساساً من الإمارات. حورية فرغلي ممثلة مصرية ولدت وعاشت في الإمارات وحصلت على الجنسية الإماراتية، مثلت منتخب الإمارات للفروسية، كما فازت بلقب ملكة جمال مصر عام 2002، ولكنها تنازلت عن اللقب بعد ذلك لوصفها بنور السمري، يعني كانت واخدة ملكة جمال مصر عام 2002، وكمان واخدة مثلت منتخب الإمارات في الفروسية، بتحب تركب الخيل والكلام ده، وبسبب ركوب الخيل ده هو اللي عمل لها مشكلة أو عمل لها زي كسر في مناخيرها، وحصل لها مشاكل من بعدها طبعا وعمليات كتير وكل الكلام اللي انتوا عارفينه ده، غير ان هي عامله عمليه ازاله 7 أورام خبيثه من على الرحم وشالت الرحم اصلا، يعني الوقت هي لو اتجوزت مش هتقدر تخلف. مين اللي توفى بقى في عيلة الفنانة حورية فرغلي؟ أقول لكم شوية تفاصيل. الموت يفجع الفنانة حورية فرغلي. بصوا، أعلنت النجمة حورية فرغلي عن وفاة ابن خالتها، وقالت إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله ابنة خالتي، مؤكدة أنها ستسافر صباح غد يوم الخميس إلى الإسكندرية مسقط رأسها لحضور الجنازة ومراسم الدفن. طلعت وقالت ان اللي توفى ابن خالتها يا جماعه، وطلبت الدعاء من الجمهور ليه، وطلع طبعا عدد كبير من نجوم الفن زي ما قلت لكم وقدم ليها التعازي في وفاه ابن خالتها. اتمنى منكم تدعوا لها دعوه كويسه في التعليقات. الموضوع اللي بعد كده موضوع وفاه والد الفنان علاء حسني. امبارح الفنان علاء حسني طلع واعلن خبر وفاه والده على صفحته الرسميه على الانستجرام، وكتب ايه؟ توفي الخبر كالاتي: توفي والد الفنان علاء حسني منذ قليل،
وكتب علاء حسني عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك: لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. توفي إلى رحمة الله والدي الغالي، اللهم تغمده برحمتك ومغفرتك يا أكرم الأكرمين، نسألكم الدعاء. وشارك الفنان علاء حسني في مسلسل سر الباتع، والذي شهد ظهور عدد كبير من الفنانين، منهم احمد السعداني وحنان مطاوع واحمد فهمي وريم مصطفى وخالد الصاوي وحسين فهمي وعدد اخر من الفنانين، وهم تاليف واخراج خالد يوسف. طلع واعلن خبر وفاه والده اساسا يا جماعه كان متصاب بسرطان الرئه لمده 6 سنين وكان بيتعالج منه، وفجأة امبارح تعب ودخل المستشفى وكتبوا له ان هو هيقعد شويه معاهم في المستشفى. فجأة بعد ما دخل مفيش بثلاث اربع ساعات طلع واعلن خبر وفاه والده. لا حول ولا قوه الا بالله، زي ما قلت لكم السرطان ده يعني مرض خبيث، زي ما قلت لكم مهما البني ادم يقول ده خلاص خف منه وبقى كويس، حتى لو عمل عمليات لا حول ولا قوه الا بالله، في ناس بتقدر تشفى منه خالص وبيبقى جسمها بيقاوم كله حسب المناعة اللي عند البني آدم، وفي ناس تانية ما بتقدرش. لا حول ولا قوة إلا بالله. أتمنى منكم تدعوا لجميع مرضى السرطان بالشفاء العاجل. الموضوع اللي بعد كده موضوع صابرين يا جماعة طلعت وأعلنت خبر وفاة، بتقول أبويا التاني مات بعد وفاة والدها بكام يوم بفترة، قصدي طلعت وقالت أبويا التاني مات. مين اللي توفى يا جماعة في عيلة الفنانة صابرين وبتعتبره زي أبوها؟ أقول لكم شوية تفاصيل. أعلنت الفنانة المصرية صابرين وفاة زوج خالتها، وكتبت: إنا لله وإنا إليه راجعون. توفي أبي التاني وزوج خالتي الأستاذ معلم الأجيال الدكتور سعد محمد حسن، الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة ويصبرنا على فراقك والبقاء لله. ويشار الى ان الراحل هو موزع كمان الشهير سعد محمد حسن، وقد عمل مع كبار المطربين العرب مثل ام كلثوم ومحمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ ومحمد عبده. يذكر الى ان الفنانه كانت فقدت والدها في فبراير بعد صراع طويل مع المرض، وقد اصرت حينها على ملازمه جثمانه في سيارة نقل الموتى، ولفتت انظار الحاضرين عندما اوقفت السياره لتستقلها الى جانب شقيقها محمد. يعني اثناء ما كانت بتشيع جثمان والدها بيقول لك ان هي وقفت العربيات وقالت لهم وقفوا انا عايزه اركب مع جثمان والدي اثناء ما انتوا رايحين تودوه المقابر. لا حول ولا قوه الا بالله. اللي توفى جوز خالتها يا جماعه، وبتقول ان هو كان في مثابه والدها الثاني، وان هي كانت بتعتبره كل حاجه في حياتها، وبتقول من بعد وفاته وهي ضايعه او ظهرها اتكسر او سندها ضاع منها. طبعا بعد التكريم من قيمه يومين كانوا مكرمينها في لبنان، وكان معاها زوجها عامر الصباح المنتج المعروف، وكانت فرحانه جدا وكانت عامله كذا لقاء اثناء تكريمها في لبنان. اتمنى منكم لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك، وتقروا الفاتحه النهارده يا جماعه في يوم الجمعه لجميع موتى المسلمين، ربنا يرحمهم.